السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. يواجه يوم غد الأربعاء منتخبنا الوطني العراقي المنتخب التايلندي على الملعب الدولي في بانكوك ضمن إطار مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم. المباراة تعتبر تحصيل حاصل لأن المنتخبين خارج حسابات التأهل، حيث يقع منتخبنا في المركز الخامس بخمسة نقاط وتايلند في المركز السادس بنقطتين. المباراة ستنطلق الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت بغداد ومنقولة على قناة بيان سبورت HD5 بتعليق المعلق علي لفتة. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة العراق بأربعة أهداف مقابل لا شيء. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم استبعاد اللاعب أحمد ياسين من قائمة المنتخب الوطني ورفض التحاقه بالمنتخب بطلب من عضو الاتحاد علي جبار، على خلفية اعتذاره على الالتحاق ببذ المنتخب الوطني لمباراتي تايلند والإمارات بسبب عدم قطع له بطاقة طيران رجال أعمال VIP لكون الرحلة تستغرق أكثر من 20 ساعة. وتدخل وزير الشباب عبد الحسين عطان وتبرع بتوفيرها له ولبقية المحترفين لحل المشكلة، وهو ما رفضه الاتحاد. فيما أكد عبد الخالق مسعود في تصريح غريب أن سبب الإبعاد الرئيسي هو أن اللاعب أحمد ياسين قد اتصل ببعض اللاعبين وحرضهم على عدم الالتحاق بالمنتخب. برأيكم، هل ظلم أحمد ياسين حين يبعد عن وفد المنتخب أم أنه يستحق الإبعاد لأنه رفض الالتحاق بسبب تذكرة VIP؟ في اتصال هاتفي مع برنامج استوديو الجماهير، أكد صفاء قاسم والد اللاعب ياسر قاسم المبعد عن المنتخب منذ فترة أن السبب الرئيسي في ابتعاد ياسر عن المنتخب هو سبب إداري وعدم احترافية عمل الاتحاد الكرة، وأضاف أنه يتم التعامل من قبل أعضاء الاتحاد العراقي مع بعض اللاعبين وكأنهم يعملون لديهم، وأكد أن عودة ياسر للمنتخب مرهونة بتغيير سياسة تعامل الاتحاد مع اللاعبين وخاصة المدير الإداري باسم كوركيس ورئيس الوفد كامل صغير. في استبيان موسع أجرته جريدة فوتبول لاختيار أفضل تشكيلة للدور العراقي الممتاز للموسم المنصرم 2016-2017، شارك فيه شريحة من المدربين والجماهير والصحفيين، وإليكم التشكيلة الأبرز التي وقع عليها الاختيار. حيث تم اختيار أحمد باسم حارس الشرطة لحراسة المرمى، ولخط الدفاع كل من نبيل صباح مدافع الشرطة ومدافع النفط عمار كاظم ومدافع القوة الجوية أحمد عبد الرضا. أما لخط الوسط فتم اختيار كل من بشار رسن لاعب القوة الجوية وصالح سدير لاعب نفط الوسط وحسين علي لاعب الزوراء ومازن فياض لاعب النفط. أما لخط الهجوم فتم اختيار كل من باسم علي مهاجم نفط الجنوب وعمار محسن لاعب القوة الجوية وهداف الدوري العراقي على عبد الزهرة لاعب الزوراء.